بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم عن حاجة اسمها السبينر. السبينر عاملة زي دروب داون ليست، بفتحها يطلع لي منها منيو اختار منها شيء. وهنتكلم على الري ادابتر ازاي املى بياناتها بالري. فانا جبت السبينر، جبت اكس فيو الاول عشان اوضح انا عايز اجيب ايه. فهقول له مثلا سمي مثلا سي الكانتري مثلا. الكانتري عشان يفتح ويختار البلد بتاعته، تمام. واروح على الكونتينرز الاقي سبينر اول واحده، ماشي سبينر. حطينا السبينر، سماها هو سبينر، اسميها انا كانتري سبينر. سكابتل كبر الفيو بتاعنا، تمام. ادي ايه اللي هي الشكل بتاعها، هي اللي هي فيها السهم اللي على اليمين ده، الوسط. لما تدوس عليه بيطلع لك المنيو، تختار زي دي بالظبط كده، زي كده بتفتح لك تلاقي ايه اختيارات. كويس جدا، انا عملت شكلها. هروح على المين اكتيفيتي في الاون كرييت. اول ما يحصل كرييت للي اوت بتاعي هعمل ايه؟ هشتغل مع اللي مع السبينر ده، املاها بالديتا. هشتغل باسلوب اسمه الاري ادابتر، الاري ديتا، ديتا اري، او الاري الاري ادابتر، الاري ادابتر. فاعرف فاريبل اسميه كانتريز، ده اري احط فيها مجموعه من الايه، من اسماء الكانتريز اللي عندي. فعلى سبيل المثال هقول له array of، وهحط مثلا كام بلد كده على اساس انهم دول اللي هيختاروا في هيطلعوا في الاختيارات بتاعت الايه السبينر. قلت له مثلا ايجيبت، كويت، سعودي اريبيا، سوريا كده بس، تمام. يعني الى اخره بقى من القيم اللي انا عايز ادخلها. طيب دي الاري، دي مجرد جاست اري يعني. طيب انا هعمل ايه؟ هقول له هعرف الايه الادابتر بتاعي اللي هو الموصل بقى اللي هيبقى ما بين الفاريبل اللي شال الاري ديتا وما بين السبينر. السبينر والدي والاري اللي هيوصلوا ببعض الادابتر. ايه هي الاري ادابتر؟ ماشي. الكونتكست بتاعها هي ذس، ماشي. قال لي بعد كده ايه عندك؟ قلت له انا عايز من الاندرويد دوت ار دوت لاي اوت، عايز الايه اللي هو اختار شكل السبينر. في عندي اللي هو الدروب داون ايتم، وفي عندي اللي هو الايتم. جرب ده وجرب ده وشوف اللي يعجبك. انا هختار اللي هو الدروب داون ايتم، يا دوبك ده شكله مبلوع. كده انا اديته ايه ذس، اديته شكل شكلها هيتعرض ازاي، واديته الديتا. خلاص يبقى الادابتر كده شايف الديتا وشايف شكل العرض هيتعمل ازاي. فاضل ايه بقى؟ الادابتر السبينر ذات نفسه. فقلت له الكانتري سبينر، قال لي ايوه. قلت له الادابتر بتاعتك ايه؟ الادابتر دي. فالادابتر دي بقت عارفه شايله البنات وشايله شكل العرض كمان بتاع كل ايتم، تمام كده. هم بس الاري والادابتر اللي في النص والكنترول بتاعي اتوصلوا ببعض. لما اجي نعمل ران، ادي الكانتري، افتح على ايجيبت، كويت، سعودي اريبيا، زي ما انتم شايفين. بختار الشكل، اختار البلد اللي انا عايزها، ايجيبت. اختار طبعا دي بتبقى زي الراديو جرو، الراديو باتن، بس دي دايما بنستخدمها لما يكون الاختيارات كتير. الريدي جروب بيبقى لما يكون اختيارين ثلاثة أربعة كده يعني. لو أنا عايز طب في التشيك ستيتس باتون، هو اللي يحس أنا اخترت أنه بلد. بنفس الأسلوب هقول له مسج دوت أبند، عادي جدا. وخدوا بالكم أنا عايز باتون تاني يحس هو اليوزر اختار إيه من الدروب داون أو من السبينر عشان أشتغل عليه. فأقول له الكانتري قيمتها إيه؟ هيأبند ليا اسم السبينر، كان اسمه كانتري سبينر، خلاص كانتري سبينر دوت ايه سيلكتد ايتم. فيجيب لك الايتم، وممكن اقول سيلكتد ايتم اي دي، وفي كذا حاجه اقدر اختارها. بس انا سيلكتد ايتم في الغالب هو اسم العنصر اللي هو تم اختياره. لما بنعمل ريران واختار مثلا على سبيل المثال ايجيبت وادوس كده، قال لي في الاخر كانتري ايجيبت زي ما احنا شايفين. قلت له ماشي اختار لي سوريا، ودوسنا على الباتن قال لي كانتري سوريا. اما اختار كويت وتشيك باتن قال لي كويت، يبقى كده كله شغال مظبوط. بكده نكون اتعاملنا مع السبينر.